البنك البريطاني HSBC يروج منذ أيام أنباء حول نوايا بنقل مقره من العاصمة البريطانية لندن. المصرف العملاق أطلق مراجعة استراتيجية بما في ذلك جدول الاستمرار في اعتماد المقر الرئيسي في المملكة المتحدة بالنظر إلى القواعد التنظيمية الصارمة. وفق إعلان صادر عن الرئيس دوغلاس فلينت اليوم الجمعة 24 من أبريل نيسان، فإنه كجزء من المراجعة الاستراتيجية الأوسع فقد طلب من مجلس الإدارة البدء في العمل لمعرفة ما هو أفضل مقر للمصرف في ظل هذه البيئة الجديدة.